أهلا بحضراتكم، نواصل معكم مشاهدين متابعة تطورات العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة المستمر منذ أكتوبر من العام الماضي، في ضوء اتهام لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة مؤخرا إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال عدوانها المستمر على غزة بما يشمل الإبادة الجماعية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أهلا بك دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يعد أول تحقيق معمق أجرته الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. لو تطلعنا على أهم ما جاء في هذا التقرير، وما هي المصادر التي استندتم والتي اعتمد عليها هذا التقرير في ظل يعني تواصل الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قطاع غزة؟ نعم طبعا، أولا مساء الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا هذا التقرير الذي خرجت به لجنة تقصي الحقائق هو يعود إلى المستندات والوثائق التي هي بحوزة اللجنة منذ سنة 2018، فاعتمدت أيضا إضافة إلى ما لديها من مستندات إلى ما وصل لهذه اللجنة من أيضا من مستندات ومعطيات دامغة، أن الجيش الإسرائيلي فعلا اعتمد على 4 أساليب من انتهاكات حتى تم وضعه تحت هذا المقرر، ألا وهو أنه يقوم بتعذيب الأطفال، يقوم بتجنيد الأطفال قسرا في الجيش، ويقوم بتشويه جثث الأطفال. فهذه المعطيات التي اعتمدت عليها اللجنة من بعد حرب 7 أكتوبر أدت إلى وضع الجيش الإسرائيلي تحت قائمة جيش العار، وبالتالي اعتبر أن هذا الجيش لا يقوم بأعمال الحربية كما هي منصوص عليها لدى القانون الدولي. هذا أولا. ثانيا، الإبادات التي تم توثيقها في اللجان الدولية الحقوقية وفي المؤسسات الرسمية في الجهات الخاصة المعتمدة أيضا لدى الأمم المتحدة الموثوق فيها أيضا، طبعا تم رصد هذه الانتهاكات، وعلى أساس هذا الأمر تم البناء عليه وخرج هذا التقرير. نعم، ما هي قراءتك سعادة السفير لرد الفعل الإسرائيلي يعني على هذا التقرير؟ طبعا هو كان يعلم بأن هناك شيء يتم التحضير له، وتم إعلام الجهات الإسرائيلية، يعني إذا كان يعلم فهذا أمر غير صحيح، لأن الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش أعلم الجهات الإسرائيلية أن القرار سيتم يعني إخراجه وسيتم التصديق عليه، فإذا لم يكن هذا مفاجئا لهم. لذلك كان هناك حالة من الارتباك لدى الجهات الإسرائيلية والقيادات الإسرائيلية، لأنهم يدركون مدى تأثير هذا القرار على المعنويات للجيش الإسرائيلي مستقبلا، لأن بحاجة أولا مدة هذه الإدانة هي لمدة 4 سنوات، وعلى إسرائيل أن تتقدم كل سنة من مجلس الأمن بالمستندات المطلوبة لإثبات عكس ما تم الادعاء عليه، أي أنها عليها أن تعمل على جيشها وأن تحسن أداءه وتتقدم كل سنة كما قلت بالمستندات لتشير إلى أنها فعلا ما عادت كما جاء التقرير أو الوثيقة التي تم تصنيف بها الجيش الإسرائيلي. نعم، متى سيتم عرض هذا التقرير سعادة السفير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما هي توقعاتك حول الخطوات التي قد يتخذها المجلس في هذا الشأن؟ أولا، المجلس سينعقد في دورة 56 ابتداء من 18 من هذا الشهر لغاية 12 من الشهر القادم، فخلال هذه المدة سيتم تحديد اليوم الذي سيبحث فيه هذا التقرير، وسيكون على شكل عاجل
أما ما سيخرج عليه فهذا يعني يعود إلى المدخلات التي ستقوم بها الدول الأعضاء بالإضافة إلى اللجان الدولية، وطبعا نحن سيكون لنا أيضا مداخلة من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء هذه الدورة التي ستنعقد من 18 حزيران لغاية 12 تموز. نعم، هل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صلاحية في رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام الهيئات القضائية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوقائع والانتهاكات التي يحملها التقرير؟ نعم، إذا ما تم التوافق على بيان واضح وواحد في هذا الإطار، نعم هناك مواد يجيز للمجلس أن يتقدم بشكوى الدولية من أجل تفعيل القرارات التي تم اتخاذها. هذا من ضمن صلاحياته ومن ضمن البنود المتعلقة بالقوانين الداخلية للمجلس. نعم، وبما أننا نتحدث عن القانون والموقف القانوني، ما هو الموقف القانوني من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول محققين دوليين للأراضي الفلسطينية للتحقيق في ممارسات وانتهاكات تل أبيب بحق الفلسطينيين؟ ليس هناك من موانع قانونية، بل بالعكس إنهم يقصدون عدم القبول بدخول المحققين الدوليين، لأنهم يدركون دخول المحققين لن يكون بنزهة، لأنه دخول المحققين سيكون من ضمن برنامج يعده المجلس وليس برنامج يعده الجيش الإسرائيلي. أي سعادة بما السفير، معنى هل من الممكن لا مقاضاة يمكنهم أن إسرائيل يأخذوا، هل من الممكن مقاضاة إسرائيل قانونيا على رفضها ومنعها لدخول للمحققين؟ يعني هذا البند تحديدا لن يكون هناك من دعوة خاصة في هذا الأمر، سيكون مدرج ضمن البنود الأخرى التي سيتم مقاضاة فيها إسرائيل. نعم، أيضا إذا ما تحدثنا عن حملة الاعتقالات غير القانونية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد نعم، الفلسطينيين في كل المناطق الفلسطينية ليس فقط في قطاع غزة، فضلا عن عمليات التعذيب داخل نعم السجون، ما هو دور المجلس الدولي لحقوق نعم الإنسان بشأن هذه الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية؟ وما هي الإجراءات أيضا القانونية الرسمية التي يمكن اتخاذها ضد دولة الاحتلال؟ نعم أولا الإجراءات التي سيتم اعتمادها هو القوانين الدولية المرعية للإجرام، بما معنى أن هناك قانون لاهاي، هناك قانون جنيف الأربعة الذين أشاروا بوضوح إلى وجوب التقيد بالقوانين والمتطلبات الموجبة في السجون ولجهة التحقيقات التي تقام بشكل غير شرعي. فالتركيز على القوانين من أجل لجم الكيان الإسرائيلي هو الشيء الأولي الذي سيتم العمل عليه. نعم سعادة السفير، وماذا بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدين إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة؟ هل سيواصل المجلس الدولي لحقوق الإنسان دوره في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وهذه الإبادة من قبل الاحتلال بعد خروج هذا التقرير الأممي؟ طبعا هذا عمل مستدام، لن يتوقف عند تقرير معين، هذا العمل سيستمر وسنعمل كما كنا نعمل في السابق حتى وصلنا إلى هذا التقرير. هذا التقرير ليس نهاية الأمر، بل بالعكس نحن ندرك بأن الكيان الإسرائيلي لن يرتدع بشكل سهل أو بشكل فوري، لذلك هو يرتكب أيضا الجرائم الإضافية وهذا أيضا يتم التركيز عليه ويتم توثيقه. فبالتالي عمل اللجان الدولية الحقوقية لا تتوقف. فإذا كان هناك من يعتقد بأن صدور القرار هو نهاية المطاف، هذا غير صحيح، لأن هناك أيضا قرارات صدرت ولم تستجيب إليها إسرائيل بالماضي، ولكن هذه المرة كل القضايا مختلفة سيدتي. هذه المرة هناك حالة دولية مختلفة كليا عما شهدناها في السابق، لذلك لا أعتقد بأنه اليوم إسرائيل قادرة على الاستمرار في النهج التي انتهجته في السابق،
وعليها أن تبدأ بتغييرات جذرية، وهذه التغييرات تبدأ أولا بالنسبة لها من الداخل، أي من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، عليها أيضا أن تأخذ دورها بشكل كامل. المؤسسات القضائية يجب أيضا أن تتبوأ هذه القضايا وأن تطبق القوانين الدولية التي خرجت بحق المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين. سعادة السفير، كيف تصف اليوم حالة الفوضى الأخلاقية وغير القانونية التي يشهدها العالم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، لا سيما عدم التزام إسرائيل بأي معايير أو قواعد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل واتهامها لتلك المنظمات الدولية والقضائية بالتمييز ومناهضة إسرائيل؟ أولا بالنسبة لنا أن ينتهج الكيان الإسرائيلي هذا المنحة من التعامل مع القوانين الدولية، بالنسبة لنا هذا ليس بجديد، ونحن كنا نتوقع هذا الأمر. أما ما أذهلنا هو اعتماد بعض الدول مناهج التعاطي مع القوانين الدولية التي تخالف المبادئ التي هي أساسا قامت عليها وانتهجتها في الاجتماعات الدورية وغير والعادية والاستثنائية في أرقة الأمم المتحدة. هذا ما أدهشنا وليس الأداء الإسرائيلي. بالنسبة لنا الأداء الإسرائيلي نحن متعودون على هذا الأمر، ونحن ندرك بأن اللامبالاة الإسرائيلية تجاه هذه القوانين الدولية شيء عادي بالنسبة لهم، ونحن نبني على هذا الأمر ما تقتضيه الحاجات القانونية. أما هذه الدول الجديدة التي دخلت على الخط خصوصا بعد أزمة 7 أكتوبر، فهذا الأمر يجب معالجته من خلال الأنظمة الداخلية والآليات الداخلية للأمم المتحدة، وتحديدا لعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نعم، برأيك سعادة السفير، متى ينتصر القانون الدولي على إدانة إسرائيل؟ وهل انتصار القانون يرتبط فقط بإصدار أحكام الإدانة أم بتنفيذها أيضا؟ سيدتي دعينا نكون واقعيين، قبل 7 أكتوبر لم يكن أحد ليتصور أن هذا الكيان يمكن جره إلى أي محفل أو أي جهة قانونية دولية، أو أن يتم محاكمتها أو محاسبتها أو حتى مساءلتها. وعندما ما أشرت أنا شخصيا عند بدء هذه الأحداث وأصريت أن هناك شيء سيحدث، هناك محكمة دولية ستقام، هناك إدانات ستقام، لم أعتقد كان يعني البعض ينظر إلى هذا الكلام من عين أنه يمكن الاستخفاف في بعض الأحيان، لأنهم كانوا يدركون أن هذا الكيان لا يمثل نتيجة الإحاطات الدولية لها من قبل بعض الدول النافذة. أول الانتصار القانوني حصل عند خروج الأحكام الدولية وعند إدانة القادة الإسرائيليون من قبل محكمتين دوليتين وهي أعلى مرجع قضائي دولي، فالإدانة حصلت. وإذا أردت القانون طبق من الناحية الإدارية، أما الناحية التنفيذية فهذه هي الآلية التي أشرت إليها أنا بعد إقرار القوانين من المحاكم، أننا سنغير في الأداء من أجل الولوج إلى الآليات التطبيقية بعد القرارين حتى نتمكن من إحقاق العدالة المطلقة. أما العدالة تحققت عندما خرجت هذه الإدانات، تحققت العدالة. اليوم الكيان الإسرائيلي هو كيان غاصب، كيان مجرم، يمكنك أن تقولي قادته مطلوبون من العدالة الدولية. هذا ليس كلام سياسيا أو شيء آخر مشابه، هذا كلام قانوني وثقته المحاكم الدولية. ولكن على الرغم من ذلك سعادة السفير، فإن مجلس النواب الأمريكي يعني قام بخطوة وهي موافقته على مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين. سأخالفك سيدتي، سأخالفك. نعم. الرأي الكونغرس، دعيني أخالفك الرأي، المجلس الشيوخ الأمريكي لم يقر القانون الذي صدر عن الكونغرس، وبالتالي ليس هناك من قانون أمريكي ضد الجنائية الدولية. ولكن حتى أكون العمل، حتى هذا العمل سعادة السفير، حتى مجرد الحديث عن معاداة المحكمة، محكمة الجنائية الدولية بعد عزمها، نعم يعني هذه الخطوة، نعم، ماذا تمثل برأيك؟ أنا أوكي أتفق معك طبعا على المستوى المعنوي إذا أنت كنت تقصدين ذلك. نعم. نعم، هذا ليس جيد بحق الإدارة الأمريكية، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية بنت أسطورة
حول هذا الأمر، أنها دولة قانون، دولة تحترم القوانين وتطبق القوانين، ليخرج الكونغرس من بعدها ليدين قرار المحكمة الجنائية الدولية. فمن هنا أنا أرسلت يعني وقمت ببيان رسمي وأشرت إليه بأنه إذا كان القرار يعني الجنائية الدولية هي غير شرعية في قراراتها، هل هذا ينطبق أيضا على ما صدر على الرئيس بوتين ونجل العقيد القذافي والبشير وغيرهم مما صدرت بحقهم يعني إدانات ومذكرات توقيف من قبل الجنائية الدولية؟ فإذا الصيف والشتاء على سقف واحد لا يجوز، وهذا ما وقعت فيه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد بأن هذا الأمر سيتغير في القريب العاجل، وأعتقد أيضا بحسب ما يريدنا بأن الإدارة الأمريكية تدرس مخرج لهذا الشأن يليق أقله بماء الوجه للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني سعادة السفير كما ذكرت بالتأكيد هناك تباين في المواقف، خاصة بأن الولايات المتحدة في ذلك الوقت دعمت قرارات المحكمة الجنائية الدولية عندما كانت القرارات ضد الرئيس الروسي بوتين. إذن يعني أشكرك كل الشكر سعادة السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، على كل هذه التوضيحات والمعلومات. شكرا لك. إذن أنتقل وإياكم إلى جانب من المظاهرات الآن في تل أبيب المناهضة للحكومة الإسرائيلية. هذه المظاهرات التي تخرج كل يوم سبت للمطالبة بإعادة المحتجزين وبإتمام صفقة لتبادل المحتجزين وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، وأيضا يعني باتت هذه المظاهرات أيضا تطالب بإقالة حكومة نتنياهو. إذن لم تعد فقط تقتصر على المطالبة بإتمام صفقة تبادل المحتجزين ووقف العدوان على قطاع غزة، وإنما أيضا توسعت لتطالب بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. في الأيام السابقة أو في الأسابيع السابقة في كل يوم سبت عندما يعني تخرج هذه التظاهرات كان هناك مواجهات ما بين المتظاهرين من ناحية وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، كان هناك عنف في التعامل مع المتظاهرين، ولكن هذه التظاهرات لا زالت تخرج كل يوم سبت في تل أبيب. المتظاهرون يطالبون بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة للحكومة الإسرائيلية في ظل ما يقوم به من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعنت في رفض إتمام الصفقة. بات معروفا لدى الشارع الإسرائيلي بأن هناك يعني تعنت ورفض لإتمام أي صفقة لتبادل المحتجزين. إذن هذه الأزمة التي باتت تتعمق في الشارع الإسرائيلي من خلال هذه التظاهرات التي بدأت بأهالي المحتجزين وانضم لهم أيضا أهالي الجنود الذين يعني يقاتلون في قطاع غزة، وباتت هذه التظاهرات تتوسع بشكل أكبر لتتجاوز الآلاف ممن يخرجون في كل يوم سبت للمطالبة بإتمام الصفقة من ناحية، وأيضا يعني كما ذكرنا في الأسابيع الماضية كان هناك مواجهات ما بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، والتي وصلت إلى حد استخدام المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، وأيضا اعتقال بعض المتظاهرين ومواجهات ما بينهم لفض هذه التظاهرات التي كانت تخرج في وسط تل أبيب، بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية من قبل المتظاهرين في تل أبيب. من ناحية أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي تجاوزت شهرها الثامن، ويواجه الأطفال في القطاع المدمر خطر الموت جوعا جراء عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع. مع استمرار معاناة ضحايا قطاع غزة نتيجة ارتفاع زمجرة الآليات العسكرية وأزيز الطائرات الحربية، بح صوت مسؤولي المؤسسات الدولية والمحلية في غزة
تعبيرا عن المآسي التي يعيشها أهالي القطاع. فمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة لا تزال تحذيراتها مستمرة حول وقوع 90% من أطفال قطاع غزة تحت طائلة سوء التغذية، فضلا عن قضائهم 8 ساعات يوميا في الحصول على المياه والغذاء، إلى أن وصلت اليونيسيف بمخاوفها على جيل كامل من انتهاكات نفسية وجسدية أفقدتهم طفولتهم البريئة وقبلها الأب والأم والعائلة والتعليم. منظمة أونروا التابعة للأمم المتحدة هي الأخرى لا تجد نهاية لطريق نقص المساعدات الإنسانية والمستلزمات الرئيسية عن أهالي القطاع والمحاولات الدائمة لجيش الاحتلال في وضع عراقيل أمام مرور هذه المساعدات عبر المعابر البرية، ما دفع لإيجاد بدائل كإلقائها بالمظلات أو إنشاء رصيف بحري يعاني الغرق. وعلى الأرض جفت منابع جميع السلطات المحلية في القطاع بعد أن تعمد الاحتلال تدمير ممتلكاتها وبنيتها التحتية، ويعيش نقصا عاما في الخدمات بأنواعها كافة، فأصبح حديث قوات الدفاع المدني بغزة يدور حول رأس مال القطاع الحقيقي والمتمثل حاليا في أيادي الناجين، سواء لرفع الأنقاض أم دفن الشهداء. لا يزال العدوان الإسرائيلي يواصل هجماته على قطاع غزة مخلفاً عشرات الضحايا الأبرياء كل يوم، رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في القطاع، ويواصل آلاف الإسرائيليون تظاهرهم في تل أبيب للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس الدكتور غسان معلوف الباحث في العلاقات الدولية، ومن أمستردام الأستاذ أبو بكر باذيب الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، ومن برلين الأستاذ رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. في البداية دكتور غسان، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، ما قراءتك لنتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة للمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم وجود رؤية واضحة حول تفعيل القرار الأممي بوقف إطلاق النار في القطاع، وأيضا يعني كما شاهدنا منذ قليل آلاف الإسرائيليين الآن يطالبون برحيل حكومة نتنياهو كما هو يعني في كل يوم سبت؟ دكتور غسان هل تسمعني؟ إذن أذهب إلى أستاذ أبو بكر، أهلا وسهلا بك على شاشة القارة الإخبارية. إذن يعني أتوجه بك بالسؤال لحضرتك، ما هي نتائج زيارة وكيف ترى نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة للمنطقة؟ على الرغم من ذلك هناك استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن من ناحية، ومن ناحية أخرى كما شاهدنا منذ قليل هناك الآلاف من الإسرائيليين الذين يتظاهرون في شوارع تل أبيب للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو. شكرا جزيلا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك بطبيعة الحال. اسمحي لي أن أعلق على ما يتصل بزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل. أنا أتصور في المجمل هي تدخل في إطار الزيارات المكوكية التي اعتاد بلينكين زيارتها للمنطقة منذ أكتوبر الماضي، وذلك لاعتبارات ظاهرية لها علاقة بالسعي نحو إيجاد اتفاق ما بين حركة حماس وبين إسرائيل لإنهاء الحرب بشكل أو بآخر. لكن أنا في تقديري الشخصي لهذه الزيارة خلفيات أخرى من حين لآخر التي يؤكد فيها على مستوى الزيارات، على مستوى التصريحات وعلى مستوى الأبعاد الرمزية وزير الخارجية الأمريكي، أن أمريكا بطبيعة الحال ستظل داعمة لإسرائيل وستظل خلف إسرائيل وستظل الممول الأول والداعم الأول للحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب في إسرائيل. وبالتالي حديث حضرتك حول مجلس الأمن وحديث حضرتك حول كل الأبعاد النفسية الإنسانية والنفسية التي يمر بها قطاع غزة لا تأخذ الكثير من حيز، ولو أخذت في أبعاد التصريحات عامة، لكن على مستوى السياسات تؤكد وزير الخارجية الأمريكي دائما أنهم سيظلون خلف إسرائيل وسيظلون داعمين للكيان الإسرائيلي، بل هم على العكس يرون في ما تمارسه إسرائيل نوع من تنفيذ الخطط العريضة أو الرؤية البانورامية للمصالح الغربية في المنطقة بشكل أو بآخر. وإن ظهر في التصريحات التي تقال هنا أو هنا
أو يعني يراد بها بشكل أو بآخر إدارة مشهد خاص بالجوانب الإنسانية وجوانب حقوق الإنسان التي نادى بها وتحدثوا عنها كثيرا في مرات وفي كثير من المناسبات التصريحات الصحفية وفي الاجتماعات وفي المؤتمرات الصحفية العامة، لكن بالضرورة هم يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على هذا الكيان، خصوصا أن اليوم تمر المنطقة وتمر كثير من أبجديات علم السياسة وعلم حقوق الإنسان وكل هذه التفاصيل تمر بمأزق حقيقي. يعني هناك فصل حقيقي مما كانوا يدعون إليه في أبجدياتهم وفي أدبياتهم وما يحدث اليوم في غزة. اليوم ما يحدث في غزة فضح هذه الرؤى وفضح هذه التوجهات وجعلنا نعيد النظر في كثير من هذه الأدبيات. أنا أرى بالعكس، اليوم الدراسات الإنسانية والمنهجية والسياسية التي ستجرى عما حدث خلال الثمانية أو التسعة أشهر الماضية ستعيد تفسير معنى الكثير من الأطر والمنهجية التي تدار بها الشأن السياسي. نعم، أعود إلى دكتور غسان. دكتور غسان، يعني كيف ترى هذه التظاهرات المنتشرة في تل أبيب والتي تخرج كل يوم سبت المطالبة بإقالة حكومة نتنياهو؟ بدأت بالمطالبة بإتمام صفقة لتبادل المحتجزين، واليوم باتت تطالب بإقالة حكومة نتنياهو. إلى أي مدى من الممكن هذه التظاهرات أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية؟ مساء الخير، وكل عام وأنتم جميعا ونحن بخير. حضرتك بألف خير. هذه المظاهرات ليست جديدة، هذه المظاهرات تتجدد كل يوم، ولكن طالما أن هناك أغلبية في البرلمان لصالح نتنياهو لن يحدث أي شيء، هذا واحد. ثانيا، العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خرقها نتنياهو منذ زمن بعيد، فهو لا يستجيب كليا لما تقوله له واشنطن، وقد خالفها في الرأي مرات عديدة، وذلك منذ عهد أوباما وحتى اليوم. لذلك أنا أقول أن اتفاق غزة قد لا يحدث، أقول قد كي لا أقول 100%، اتفاق غزة لن يقوم إلا إذا حقق مكاسب سياسية نتنياهو داخل إسرائيل وداخل الولايات المتحدة نفسها. نعم. إذن أنا لا أعتقد أن الزيارات المكوكية هو قد يعني الولايات المتحدة قد تلجم إلى حد ما نتنياهو، ولكن لا يمكن أن ترغمه على الإصغاء لها بكل شيء. نعم. وقد أثبت ذلك نتنياهو مرات عديدة بالنسبة لمطالب واشنطن. نعم. إذن الحكومة باقية والمظاهرات قد تبقى، ولكن الحكومة أيضا برئاسة نتنياهو ستبقى أيضا طالما الأغلبية النيابية هي لصالحه. أستاذ رضوان، يعني أظهر استطلاع رأي في تل أبيب نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الإسرائيليين يفضلون بني جانتس رئيسا للوزراء. يعني كيف ترى هذا الأمر في ضوء أيضا هذه التظاهرات لآلاف الإسرائيليين التي تخرج اليوم للمطالبة برحيل نتنياهو؟ أولا اسمحي لي أن أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. كما أنا أوافق على ما تفضل به ضيفك الكريم من باريس، هذه التظاهرات لن يعني يكون لها أي تأثير على نتنياهو وعلى حكومته طالما أن هنالك يعني ثقة من قبل البرلمان لنتنياهو وحكومته. نحن نعرف أن التظاهرات لا تقيل نتنياهو من منصبه ولا تسقط حكومته، ما يسقط حكومة نتنياهو هو نقطتين أساسيتين، إما سحب الثقة من البرلمان أو استقالة الحليف أو الشريك في هذه الحكومة.
وعندها ربما لم يعني يكون هنالك تحالف لإسقاط أو ومن خلالها تسقط الحكومة أو استقالة نتنياهو شخصيا. ولا أعتقد أن ثلاث نقاط هذه أو ثلاث أسباب هذه متوفرة حاليا، لأن نتنياهو لديه قوة في البرلمان، لديه اليوم الموقف القانوني بالنسبة له هو الأكثر قوة له، وخاصة أن الغطاء الأمريكي مستمر له، فيما العملية العسكرية التي حصلت مؤخرا بمساعدة القوة العسكرية الأمريكية أعطته دافع أكثر قوة أيضا في بقائه في هذه الحكومة. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الضغط على من الشارع بالنسبة لنتنياهو، أن هذا الشخص يعني مؤيد أكثر من الشارع من نتنياهو، لا أعتقد هذا سيكون له اعتبار سياسي، خاصة أن الجميع يعرف أو الأغلبية في الشارع الإسرائيلي يعرفون أن سقوط هذه الحكومة ليس بالسهل إيجاد بديل لها، لأن التحالفات لن تكون متوفرة كما هي متوفرة اليوم، وخاصة مع اليمين المتطرف. فلو خرج اليمين المتطرف ربما يكون هنالك يعني صعوبة في مكان ما لإنشاء حكومة جديدة تدير هذه الحرب أو تدير هذه الأزمة. نعم. لهذا لا أعتقد أن هنالك إمكانية لإسقاط نتنياهو حاليا إلا من خلال سحب الثقة منه، وهذا غير متوفر. والدعم الأمريكي ما زال قائما له على كل الصعد، يعني حتى فيما حضرتك طرحت سؤالا على الأساتذة الأفاضل الزملاء عن زيارة بلينكن، ما هي إلا يعني هذه الزيارات المكوكية ما هي إلا ضغط على الوسطاء وعلى البعض الدول التي تريد أن تضغط، أو بالأحرى يريد أن تضغط بطريقتها على حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية والطرح لجو بايدن، لأن ما طرحه جو بايدن هو تنفيذا للمشروع الإسرائيلي أو استسلاما لحماس إذا صح التعبير. فلهذا لا أعتقد أن هنالك إمكانية لا لنجاح المفاوضات ولا لإنجاح رؤية جو بايدن أقله في المدى المنظور، لأن نتنياهو ما زال قويا في الحكومة ولديه أيضا غطاء أمريكيا. لا أعتقد أن هنالك إمكانية لإزالته بهذه السهولة. نعم. أذهب إلى ضيفي أستاذ أبو بكر في ضوء ما يراه يعني ضيفاي فيما يتعلق بعدم قدرة الشارع الإسرائيلي على الضغط على الحكومة الإسرائيلية أو يعني إقالة حكومة نتنياهو. أيضا هناك حالة من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، هذا الانقسام أيضا يعني إذا ما نظرنا إلى هذا الانقسام داخل الحكومة، فإن بيني جانتس يتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة لأسباب سياسية. برأيك هل من الممكن هذا الانقسام أن يؤثر على وضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهل من الممكن أن يضغط لإجراء انتخابات مبكرة؟ هذا الانقسام على فكرة كان بوادره عبر التصريحات المختلفة كان من بداية أكتوبر الماضي، من بداية الحرب، ليس على مستوى إدارة المعارك العسكرية وعلى مستوى التنفيذ الاستراتيجي في الأرض في داخل غزة، وعلى مستوى أيضا ما يتعلق بالجوانب الإنسانية الخاصة بالأسرى الإسرائيليين لدى حماس. كل هذه التفاصيل منذ أكثر من أكتوبر الماضي، من بداية العمليات وهم يتحدثون حولها، وهي تدور حول داخل حكومة الحرب بشكل أو بآخر. وأعتقد أن يوجد صراع داخل حكومة الحرب بين نتنياهو وبين الأطراف الأخرى التي تدير هذا الشأن، ولكن في النهاية هم حريصين على ألا يدخلوا في مأزق حقيقي يجعلهم لا يستطيعون، إذا دخلنا في انتخابات مبكرة أو دخلنا في حل الحكومة وإيجاد الحكومة، ليس فقط مأزق عدم القدرة على إيجاد ائتلافات وتوحيدها على مستوى الحكومة الإسرائيلية، على مستوى محاسبة الأطراف التي تدير المعركة اليوم وتدير الحرب داخل حكومة الحرب في إسرائيل. لأنه إذا تتحدث إسرائيل كل يوم عن اليوم التالي بعد في غزة، عن اليوم التالي في غزة، أنا أتصور أنه حقيقة هم أيضا يعدون أنفسهم حول اليوم التالي في إسرائيل. ما الذي يمكن؟ كيف هل يمكن أن تسقط هذه الحكومة قبل انتهاء الحرب؟ هل يمكن فتح الملفات الفساد الخاصة بنتنياهو؟ هل ملفات الفساد أضيف لها عشرات الملفات الأخرى في إدارة هذه المعركة خلال الشهور الماضية هذه كلها؟ إذا فكرنا بالطريقة التي يدار بها
تدار بها الحرب في إسرائيل نستطيع أن لا نجد إجابات حقيقية، حتى هم داخل حكومة الحرب لا يستطيعون أن يجدون إجابات حقيقية لهذه التفاصيل. وهذا الذي يدفع كثير من الائتلافات التي تدير الحكومات الحرب والموجودة اليوم في البرلمان الإسرائيلي، إنها ترى الإبقاء على نتنياهو رغم كثير من الخلافات، رغم من كثير من الصراع الدائر داخل هذه الحكومة وفي البرلمان، هو الأفضل، هو الأفضل لإدارة حكومة قوية تستطيع أن تستمر في هذا المشهد. لأنه من وجهة نظرهم أيضا هذا المشهد لا يمكن التعامل معه بضعف بشكل أو بآخر، أو إيجاد حكومة تدخل في صراعات داخلية، أو بمعنى أدق إفشال هذه الحكومة ومن ثم لا توجد حكومة تدير المشهد. وبالتالي فكرة اليوم التالي لدى إسرائيل أنا أعتقد تؤرقهم وقد تدخلهم في مأزق حقيقي سياسي، قد تدخلهم في مأزق الدولة نفسها، مأزق كيفية إدارة الدولة خلال فترة حساسة ومهمة خلال فترة جاية بالنسبة لهم خصوصا في الجوانب الإنسانية. أما عن المظاهرات التي تدار في الشارع، أنا أتوقع أن مثل هذه المظاهرات يعني لم تؤثر في نتنياهو. المظاهرات التي كانت قبل أكثر من عام حول مشاكل اللي دخلت فيها الحكومة الإسرائيلية مع سلك القضاء الإسرائيلي، فما بعدك اليوم لا أعتقد أن تؤثر تأثير مباشر. نعم، أيضا يعني أعود إلى دكتور غسان. دكتور، يعني بعد استقالة بني جانتس، على الرغم من كل هذه الخلافات والانقسامات في الشارع في الحكومة الإسرائيلية من ناحية وفي الشارع الإسرائيلي، بعد استقالة بني جانتس أيضا كان هناك مطالبة من اليميني المتطرف إتمار بن غفير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه إلى حكومة الحرب. برأيك يعني هل من الممكن فعلا أن يتم ضم إتمار بن غفير إلى حكومة الحرب، وكيف ترى فعلا هذا الأمر؟ زميلتي العزيزة، أريد أن أقول أن نتنياهو هو أيضا أسير لبن غفير، ويحاول أن يعطيه ما يريد لكي لا تفرط الحكومة، هذا من الداخل. أما بالنسبة إلى الخارج فأقول بكل وضوح أن نتنياهو سيصمد حتى النهاية إلى أن يعود دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة. إذن هو يماطل في هذه الحرب. واضح جدا، سيفعل ما يمكن أن يفعله طالما أن الحكومة باقية، فإنه سيصمد بكل الوسائل بانتظار عودة الرئيس ترامب من جديد إلى السلطة. نعم، أعود إلى الأستاذ رضوان. أستاذ رضوان، ما قراءتك لتصريحات المتحدث أيضا باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر مؤخرا بأن الولايات المتحدة لم تشهد بعد قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح الفلسطينية، وأكد في تصريحاته بأنها ليست بحجم العمليات التي نفذت في أماكن أخرى في غزة. برأيك يعني لماذا هذه التصريحات اليوم من قبل الولايات المتحدة التي من المفترض أنها تضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة؟ يعني نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائما من خلال خطابها السياسي للرأي العام الدولي أن تغسل يديها بما يرتكب به نتنياهو من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وبحق الأطفال، ويرتكب مجازر يندى لها الجبين وتبقى هذه وصمة عار في جبين الإنسانية، وخاصة أن كثير من الدول تتشدق بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وإلى ما هنالك وبحقوق الطفل، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. فدائما كان الخطاب الأمريكي يتنصل من الأعمال التي تقوم بها إسرائيل وحكومة نتنياهو تحديدا، يعني على أنه يظن يعني الأمريكي أن هذه الدول ستصدق هذه الخطابات السياسية، علما أن لا يمكن لنتنياهو وللكيان الإسرائيلي أن يقوم بأي عمل عسكري بهذا الحجم وبهذه المجازر إلا بغطاء أمريكي. وهذا ربما تحدثنا عنه كثيرا، وعبنا عبر شاشتكم الكريمة يعني تحدثنا عن الغطاء الأمريكي، أكان في مجلس الأمن، أكان في الأمم المتحدة، أكان في المحكمة الدولية، كل هذا الغطاء، حتى أن
وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم ب يعني زيارات بكوكية إلى المنطقة، حتى الآن لم يرى أن هنالك ارتكابا مجازر بحقوق الإنسان، ولم يرى أن نتنياهو يقوم بعمل عسكري يعني إجرامي إذا صح التعبير، بل يراه أنه دفاعا عن النفس، ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها بحسب قوله. هذا الخطاب الأمريكي لم يعد يطلع على أحد، ولم يعد أحد يصدقه. كل ما يسعى إليه الآن هو أن يقول للرأي العام الدولي أنني أنا لست مسؤولا عما يقوم به نتنياهو، نحن لن نعطيه الضوء الأخضر، لكن إذا قام بذلك ربما نقول للعالم أنه هذا من حقي لأنه يريد القضاء على الإرهاب بين هلالين. نعم. هذا الموضوع لم يعد يعني يجدي نفعا. لو أرادت إدارة بايدن أن تضغط على نتنياهو لإيقاف هذه الحرب لا أوقفها خلال 24 ساعة، ولما طرح الطرح الذي طرحه على أنه استسلام بمعنى الكلمة لفصائل المقاومة، أقله كان سمح على أو ضغط على نتنياهو ليفتح المعابر ويسمح بإدخال المساعدات، حتى المرفأ العسكري توقف تحت مسمى يعني أو أوضاع طقس وغير ذلك لعدم إدخال المساعدات، وهذا إن دل على شيء يدل على أن تماهي أمريكي إسرائيلي إلى أبعد الحدود. نعم. في كل المستويات. أستاذ رضوان، أذهب يعني إلى دكتور غسان بهذا الموضوع تحديدا. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم على شواطئ قطاع غزة ونقله إلى إسرائيل، وذلك بعد أيام قليلة من استئناف عمله في تسليم شحنات المساعدات الإنسانية. ما قراءتك لهذا الأمر؟ وبرأيك إلى أي مدى سوف يتسبب نقل هذا الميناء المثير للجدل إلى إسرائيل في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل المعوقات التي تمارسها بالأساس تل أبيب في هذا الشأن؟ يبدو أن هذا الجسر العائم لم يكن منذ البداية متينة وفعال فعلا في إيصال المساعدات إلى غزة. أنا أعتقد أن هذا الجسر استخدمته الولايات المتحدة يعني قد أدنى من المساعدة الإنسانية لأهالي غزة، أما غير ذلك فليس له أي مغزى آخر. أنا برأيي لم أرى أي فائدة حقيقية منه. نعم. أستاذ أبو بكر، هل ترى أن إسرائيل تستغل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة للمراوغة والمماطلة في عدم إنهاء العدوان على القطاع، لا سيما أن تل أبيب أعلنت صراحة بأنها لم توقع على اتفاق يشمل وقف إطلاق النار؟ والله أنا أتصور ليس فقط أنها تستغل هذه المبادرة، أنا يمكن عندي صورة قاتمة أكثر. هذه المبادرة أيضا هذه المبادرة في الأصل وضعت لتسمح لإسرائيل بأنها تراوغ بهذا الشكل، لتسمح بإسرائيل أنها تنهي معركتها بالطريقة التي تراها مناسبة، لتسمح لإسرائيل أن تستمر يعني في غيها أو في مجازرها أو في الإبادة الجماعية التي تديرها في قطاع غزة عبر يعني مكامن وأوضاع ومواقع مختلفة هنا وهناك في الشمال وفي الوسط وفي جنوب القطاع. أنا أرى أن هذه المبادرة فقط عملت زي ما تقولوا ذر الرماد على العيون، من أجل أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إدارة حتى المشهد إذا صح التعبير السينمائي الذي طلع فيه الرئيس بايدن وتحدث أن هناك مبادرة تقدمت بها وعلى الأطراف تصيع بها وعلى الوسطاء القيام بدور مختلف في هذا الموضوع. أنا أتصور كل هذا كان يعطي لإسرائيل غطاء حقيقي للمراوغة والاستكمال إبادتها الجماعية على أرض الواقع. هي تراوغ. النقطة نعم، النقطة المهمة في هذا الإشكال إنه هذه المبادرة أيضا تضيف ليس فقط على الغطاء السياسي والغطاء الأمني والغطاء إذا صح التعبير الإنساني في حقوق الإنسان اللي هي تبرر لإسرائيل ما تقوم به، ولكن هذه المبادرة أيضا تبرر لإسرائيل البعد الآخر إنه هناك قنوات وهناك مستويات مختلفة في النظام الأمريكي وفي النظام الغربي أيضا تحاول أن تحمي إسرائيل وتحاول أن تجعلها
حقيقة واقعية هي يعني الأقوى في المنطقة. والأمانة هذه النقطة مهمة أن نشير لبعد تاريخي فيها، أن هذا هو البعد الاستراتيجي للدول الغربية ولأمريكا تحديدا في الحفاظ على إسرائيل وفي جعلها متقدمة بخطوات إلى الأمام، حتى لو كثير من عمليات المقاومة أظهرتها على حقيقتها وفشلها الاستراتيجي وفشلها العسكري، ولكن في النهاية أمريكا حريصة على أن تتعامل بشكل فوقي يسمح بإسرائيل أنها تظل هي المتفوقة، ويسمح لإسرائيل أن تظل هي المسيطرة، وتسمح لإسرائيل أن تظل تحت الحماية السياسية والعسكرية والإنسانية بشكل أو بآخر. يعني أذهب إلى ضيفي أستاذ رضوان، وبالحديث عن يعني فرص التوصل لوقف إطلاق النار، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية لأن فرص التوصل لاتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت معدومة في ظل ظروف معقدة. كيف ترى اليوم نوايا إسرائيل بإلزامها أو حول إلزامها بوقف إطلاق النار؟ يعني الهدف الإسرائيلي منذ البداية كان واضحا، ما كما ذكرت يعني سابقا، أنه يتماهى مع الموقف الأمريكي أيضا الذي يدعو أو بالأحرى يذهب إلى احتلال قطاع غزة من جديد بالكامل، وصولا إلى رفح ودخول في رفح والسيطرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، حتى يكون هو مسيطر على كل المعابر ولا يسمح يعني حسب قوله بأن دخول الصواريخ إلى قطاع غزة والأسلحة وحتى المواد الغذائية وإلى ما هنالك، للقضاء على الفلسطينيين في غزة ووضعهم أمام خيارين، إما أن تخرجوا من غزة يعني تحت مسميات إنسانية، وإما أن تموتوا بالقذائف، وإما أن تموتوا بالجوع. يعني هذه ثلاث خيارات التي وضعها الإسرائيلي أمام نصب عينه في قطاع غزة، وهو مستمر في العمل على ذلك وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم في رفح. وأعتقد أن نتنياهو كما تفضل ضيفك، وأنا يعني حضرتك ذكرت كلمة أنه يطيل أمد الحرب، نعم، وأنا تحدثت أكثر من مرة عبر شاشتكم الكريمة أن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يستفيد من الضغط على ورقة الانتخابات الأمريكية، وهو يطيل أمد هذه الحرب حتى انتهاء الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يستفيد من خلال الضغوطات، من خلال اللوبيات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح هذا الرئيس أو ذاك. يعني لا يريد أن يستخدم أو بالأحرى لا يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط عليه لإيقاف هذه الحرب، بل تمده أكثر فأكثر وتغطيه سياسيا أكثر فأكثر، وهو فعلا مستمر بهذا الموضوع، ومن ثم ينتقل إلى الضفة وربما إلى شمال فلسطين محتلة مع جنوب لبنان. هذا ما أود الحديث عنه أستاذ رضوان، ولكن مع ضيفي دكتور غسان بشكل مفصل فيما يتعلق بالتصعيد الواقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والقصف المتبادل ما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، حيث أكد بيني غانتس بأنه يفضل التسوية السياسية بدلا من استمرار الحرب واحتدامها. كيف ترى هذا الأمر؟ ولكنه أضاف أيضا لبنان يجب أن يحترق غانتس نفسه. إذن فيما يتعلق بالوضع في على الحدود بين إسرائيل وحزب الله، هو ما يقلق فعلا الولايات المتحدة، لأن مسألة غزة على الأقل انتهت بنسبة 80% أو 90%. لذلك وجهة إسرائيل اليوم إلى الانتهاء من تهديد آخر أوسع وأكبر، هو ما يسمى بحزب الله في الجنوب. نعم. في جنوب لبنان، وحزب الله هو الذي أعلن الحرب على إسرائيل وليس لبنان. لبنان كدولة رسمية لم تعلن أي حرب. نعم. وبالإضافة إلى أن ليس لديها أي قرار الحكومة القائمة، وكل ما يدور في فلك حزب الله هو الذي ينسج السياسة العسكرية والسياسة الداخلية. نعم، ولذلك وكل ما تبقى هو كلام. لذلك هناك مبادرة اليوم دكتور. نعم دكتور. بالنسبة للولايات المتحدة
أن إسرائيل ربما تقوم بعمل كبير في لبنان، وبذلك سيكون لها أثر كبير على ردود الفعل في المنطقة، بالرغم من أنني لست مقتنعا جدا بأن إيران يمكن أن تتدخل، فكل مرة تقول أنها تريد أن تتدخل ولا تتدخل. نعم. إذن المسألة هي مسألة ضغط على نتنياهو لكي لا يعرقل التسوية التي يريدها الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ككل. وأيضا هناك مبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون لنزع فتيل التوتر. دكتور غسان، إذا وجد أن الحرب ضرورية فلن يتمكن أحد من تغيير رأيه وسيقوم بها. نعم. أعتذر لضيق الوقت دكتور غسان. مستوطن إسرائيلي هجروا من منازلهم. نعم، أشكرك كل الشكر دكتور غسان على كل هذه التفاصيل. إذن أشكر جزيل الشكر كل ضيوفي من باريس الدكتور غسان معلوف، ومن أمستردام الأستاذ أبو بكر باديب، ومن برلين الأستاذ رضوان قاسم. إلى هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا، دمتم في أمان الله، كنت معكم أنا دامة الكردي، وتلتقون على رأس الساعة مع الزميل أحمد أبو زيد وجولة لمراسلي القاهرة الإخبارية. شكرا لمتابعة حضراتكم، إلى اللقاء.